مرحبا باسم البلد وشبه المخلص وميره، مرحبا ترحيبة الغايب يلا من شاف داره. في بلاد اخوان رضاه للكرم منهج وسيره، ما يحس الضيف بالغربه لو انهى والزياره. مرحبا في درة اخضر مهرجانات الجزيره، والخليج اخذت تصاميمه بدقه واستشاره. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل محبة وسلام، ترحبنا بكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وفي 25 من فبراير لعام 2022 للميلاد. في هذا اليوم الذين شهدوا فيه تحديات وانطلاقات سن اللقاية ومن مسافة 5 كيلومتر، ضمن تحديات وانطلاقات سباقنا المحلي 8، وفي المرحلة الأولى هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على بركة من الله وتوفيقه أعلنت بداية وانطلاقة الشوط الرئيسي في هذا الصباح الذي خصص لفئة الإبكار، ومع تحديات سن اللقاية سن المتعة وسن الإثارة، ومن مسافة 5 كيلومترات هي المسافة التي قررت لهذه الأشواط بإذن الله تعالى. نبحر مع مقدمة الشوط ومع أول الأسماء المتقدمة في هذه اللحظات، هذه نوف لراشد بن محمد بن حمد الدعية، من يتقدم مع أول المراكز ومع أول الأسماء المتقدمة في هذا الشوط الرئيسي ومع الأجواء الممتعة الضبابية. المركز الثاني القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل شعار بن عقيل القادم بكل قوة، مع ثاني المراكز مع انطلاقة معزة محمد بن طالب بن عقيل النابت هو القادم مع ثاني المراكز. المركز الثالث التماس محمد بن تويم بن علي الهاجري قادم مع المركز الثالث. والمركز الرابع أرى القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل مذخورة لفاران بن عتيق بن محمد البريد المري، من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار، أتابع التقدم الملحوظ من قبل خيرة سحيم بن محمد بن حسن المطلق اليامي، من يحتل المركز الخامس مقدما لنا التماس أو خيرة مع المركز الخامس. إذن متابعينا الكرام، النداء الأول للمراكز المتقدمة، المراكز الأهم والأبرز في هذا الشوط أتممناه على مسامعكم، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى نوف مع المركز الأول. نوف هي المتقدمة مع الصدارة بشعار راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية، هو المتقدم المنطلق مع أول الأسماء، مع أول الشعارات، مع أول الأشواط الرئيسية في هذا الصباح. يتقدم شعار الدعية مع تقدم نوف مع المركز الأول. المركز الثاني معزة، وصلت معزة بشعار محمد بن طالب بن عقيل النابت يحتل المركز الثاني مع تقدم معزة في هذه اللحظات، ولكن الوصول مع ثالث المراكز من قبل التماس لمحمد بن تويم بن علي المنيف الهاجري هو القادم مع ثالث المراكز. البريدي قادم بكل قوة مع مذخورة فاران بن عتيق بن محمد البريد المري محتل للمركز الرابع مع تحديات شعاره وتقدم مذخورة، بينما المركز الخامس هذه القادمة بشعار جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري
يقدم لنا المرونة في هذه اللحظات وانطلاقها مع خامس المراكز. ولكن لنا عودة مع صدارة هذا الشوط. نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. نوف مع المركز الأول. نوف مع صدارة هذا الشوط تتقدم كعوائدها مع المراكز الأمامية. راشد بن محمد بن حمد الدعية يقدم لنا نوف مع المركز الأول مع الصدارة ومع القيادة السليمة. تحتل المركز الأول منذ البداية إلى هذه اللحظات متمسكة بزموم الصدارة. الله الله يا نوف. المركز الثاني معزة محمد بن طالب بن عقيل النابت هو القادم القادم مع المركز الثاني مع تحديات شعاره وانطلاقة معزة مع المركز الثاني. المركز الثالث التماس بشعار الهاجري قادمة لمحمد بن توين بن علي. الهاجري قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع مذخورة فاران بن عتيق بن محمد البريد المري قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار الكواري هو القادم مع خامس المراكز مع المرونة هي القادمة لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى. الكواري يقدم لنا شعاره والأسماء والشعارات بدأت بالظهور بدأت بالقدوم في هذه اللحظات بدأت باللحق. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. كيلو ونصف الكيلو يا أبو محمد. ما تبقى عن الفوز ما تبقى عن الانتصار. نوف مع المركز الأول. نوف مع صدارة هذا الشوط تتقدم مع الصدارة مع المركز الأول. راشد بن محمد بن حمد الدعية هو المتقدم المنطلق مع المركز الأول بكل ما أوتي من قوة بلا أوامر بلا تعليمات. تتقدم نوف لتتقدم بالمركز الأول بشعار الدعية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. راشد بن محمد بن حمد الدعية هو المتقدم في هذا الصباح مع الشوط الرئيسي. يقدم لنا شعاره يقدم لنا نوف مع المركز الأول. المركز الثاني معزة وصلت معزة لمحمد بن طالب بن عقيل والأسماء القادمة. شعار الكواري قادم وكذلك الوصول القدوم من مذخورة لفاران بن عتيق وكذلك الأسماء القادمة بكل قوة ليصل شعار اليامي مع المركز الخامس مع انطلاقة شعاره. ولكن نوف ولكن القدوم من قبل رعادة جابر بن هادي بن ملفوف العامر اليامي هو القادم بكل قوة. 700 متر الأخيرة. نعود إلى المركز الأول. تسلل الكواري غير المجريات تقدم إلى الصدارة. المرونة المرونة مع المركز الأول مع الصدارة مع آخر الأمتار تنطلق بشعار جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري. ولكن رعادة 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 تقدمت رعادة انطلقت إلى المركز الأول اندفعت إلى الصدارة. الله الله الله. رعادة مع المركز الأول. جابر بن هادي بن ملفوف العامر اليامي يضيف هذا الإنجاز إلى السجل المرصع بالإنجازات. التهاني والتبريكات لأبناء نجران على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تضيف هذا الإنجاز إلى سجلها المليء بالانتصارات بالفعل صاحبة سيارة في مهرجان الأمير الوالد. تضيف هذا الإنجاز التاريخي لأبناء نجر لأبناء نجران. تهانينا والف مبروك لمالك هذا الشعار على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا لجابر بن هادي بن ملفوف العامر على هذا الفوز. المركز الثاني المرونة لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. والمركز الثالث المركز الثالث كان القدوم والوصول من مزنة لجابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي من احتل المركز الثالث. المركز الرابع المركز الرابع مذخورة فاران بن عتيق بن محمد البريد المري. وخامسا كان الوصول القدوم من نوف لراشد بن محمد بن حمد الدعية. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك رعادة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا لجابر بن هادي بن ملفوف العامر على فوز رعادة وحصول رعادة بالمركز الأول في هذا الشوط الرئيسي. تضيف هذا الإنجاز هنا في هذا الميدان في ميدان التحدي. تضيف هذا الشوط الرئيسي الثاني بالفعل في الرصيد. تهانينا يا أبو هادي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني
سبع دقائق 38 86 جزء من الثانية توقيت رعادة، صاحبة المركز الأول في هذا الشوط لجابر بن هادي بن ملفوف العامر المركز الثاني، وصلت المرونة لجابر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري سبع دقائق 40 ثانية 48 جزء من الثانية. المركز الثالث كان الوصول من قبل شعار البريدي من احتل المركز الثالث، من قدم لنا مزنة جابر بن حمد بن جابر بن حمد البريدي، والتوقيت الزمني 7 دقائق 41 66 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الثالث في هذا الشوط. نعود بالتهاني والتبريكات